أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى إلى حديقة ربيع الإيمان مع فضيلة الأستاذ المربي الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور بكم. ومرحبا بكم، شكرا، ونشكركم جزيل الشكر على هذا الوقت المبارك. أعزائي المشاهدين، نستأنف حديثنا إن شاء الله، نقطف من حديقة ربيع الإيمان أزهارا مباركة. نعود بكم إلى فضيلة الدكتور ليحدثنا اليوم إن شاء الله عن المعرفة الربانية. فضيلة الدكتور، توقفنا في الحلقة الماضية عن الطاعة الطوعية الممزوجة بالمحبة القلبية، وقلنا أن هذه الطاعة الطوعية الممزوجة بالمحبة القلبية تحتاج إلى معرفة يقينية، نقف وتفضي إلى سعادة أبدية جميل. الآن نقف فضيلة الدكتور على موضوع المعرفة. أستاذ طالب، جزاك الله خيرا. وإياكم، الله يبارك فيك. الحقيقة أننا تحدثنا في الحلقات السابقة عن أن الإنسان هو المخلوق الأول، لقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ولأنه قبل حمل الأمانة كان المخلوق الأول والمكلف والمكرم. جميل. ولقد كرمنا بني آدم، ومكلف بعبادة الله، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأن علة وجودنا في الأرض أن نعبد الله، ذكرنا فيما مضى أن العبادة هي طاعة، لكن الأقوياء يطاعون أيضا، إلا أنهم يطاعون قسرا، لكن الله ما أراد أن تكون علاقتنا به إلا علاقة حب. قال: هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية. هنا نبدأ في هذا اللقاء الطيب موضوع المعرفة. الحقيقة أن الإنسان في عنده حاجات عليا وحاجات دنيا. هو في حاجاته الدنيا يتمنى أن يأكل ويشرب، حفاظاً على وجوده كإنسان، يتمنى أن يكون له زوجة، والمرأة تتمنى يكون لها زوج. حفاظاً دون أن نشعر على بقاء النوع. سبحان الله. هذا طريقة. وفي حاجة يسمىها علماء النفس تأكيد الذات. الإنسان بعد أن يأكل ويشرب ويتزوج وينجب، في عنده حاجة ثالثة، أن يكون متفوق، تميز متفوق. فتأكيد في الطعام والشراب حفاظاً على بقاء الإنسان، والزواج حفاظاً على بقاء النوع، والتفوق حفاظاً على بقاء الذكر. جميل. فالإنسان يحب التفوق، يحب إذا أن يشار إليه بالبنان، يحب أن يكون عليا في الأرض. هذا لا يتنافى مع الدين. لا. يعني طلب الرفعة وطلب السيادة إذا كانت وفق منهج الله عز وجل، هذا يلبي حاجة أساسية في نفس الإنسان. أنا أقول دائما: ما من حاجة أودعها الله في الإنسان على الإطلاق إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، بمعنى أنه ليس في الإسلام حرمان. الذي أراد أن يكون عالياً في الأرض فليطع الله عز وجل. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. يا سلام. يا عبادي، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، سبحان الله، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. سبحان الله. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. يا سلام. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، الله الله، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي
بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. ما شاء الله، ما أجمل هذا الكلام. يعني مرة قرأت قصة رمزية لكن مؤثرة جدا، أن رجلا صالحا رأى أما على التنور تضع الرغيف في التنور وتأخذ ولدها تشمه وتضمه، فتعجب هذا الإنسان الصالح من هذه الرحمة، ثم يعني عرف أن هذه رحمة الله أودعها الله في أمه، فلو أن هذه الرحمة نزعت من قلب الأم وبكى ابنها ألقته في التنور. يا لطيف. دكتور، قلنا يعني هذه القصة تتأكد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان راجعا عليه الصلاة والسلام إحدى الغزوات، فرأى امرأة أمامها تنور أو قدر يغلي فيها الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: أو تظنون أن هذه المرأة ملقية بولدها في النار؟ قالوا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: لله عز وجل أرحم بعباده من هذه بابنها. هذه صورة متقدمة جدا من معرفة الله عز وجل. يعني هذا معنى قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني. ما شاء الله. وألقيت عليك محبة مني، يعني على الإنسان. نعم، جميل. فالإنسان إذا، وإن كان سياق الآية دكتور في، نعم، في الحديث عن سيدنا موسى. نعم. من عظمة القرآن أن آياته لها معنى سياقي ولها معنى سباقي ولها معنى لحاقي. ما شاء الله. لحظة لكن دكتور. إذا نزعت الآية من سياقها لها معنى آخر. سبحان الله، لها معنى سياقي وسباقي ولحاقي، يعني ما قبلها يلقي، نعم، ضوءا عليها. جميل. وما بعدها كتعليق يلقي ضوءا عليها، وهي في السياق لها معنى. سبحان أما الله. إذا نزعتها، سبحان الله، مثلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قد نتحدث عن هذه الآية بمئات الصفحات، هي جاية بسياق الطلاق. صحيح. من يتق الله في تطليق زوجته. صحيح. يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. سبحان الله. نعم. أنا أقيس عليها: من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم في طاعتهم. من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من إتلاف ماله. هذه الآية واسعة جدا، فهي الآية بالسياق لها معنى، فإذا نزعت طيب: ولا تأمنوا إلا لمن تبع دينكم. نعم. هي كلمة قالها اليهود في سياق الآيات. نعم. أما لو نزعتها لها معنى آخر. صحيح. فالقرآن عظمته أن آياته لها معنى سياقي. نعم. ولها معنى سباقي ولها معنى لحاقي. تعبير جميل. فإذا نزعت من سياقها، هي قاعدة ومبدأ وقانون. نعم. نعم، جميل. هو كما قيل: الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق. يا سلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. ما شاء الله. وأنا أقول الآن: لا يمكن أن يعود الناس إلى الدين معظمين مطبقين خاشعين إلا إذا رأوا أمامهم مسلماً يمشي على قدمين، يرون أمانته، صدقه، عفافه، نسبه. يعني أنا لا أعتقد أن المبادئ والقيم تعيش في الكتب فقط. طبعاً. لا بد من أن نراها رأي العين في حياتنا. يعني قدوة واحدة أبلغ من ألف كتاب. وهذا فضيلة الدكتور ما قلته لنا بالأمس. نعم. أن ما أخذ من الحياة، نعم، يعود إلى الحياة. نعم. لا، أن ما نبع من الحياة من الكتب يصب في الكتب، لكن ما نبع من حياة يصب في الحياة. معنى جميل. الإسلام دين الحياة. جميل. كيف تحيا؟ جميل. إذن دكتور، نعود إلى أصل حلقتنا وموضوعنا، وهو المعرفة اليقينية التي تقوم على اليقين. نعم. هو في نقطة دقيقة، أنه من تعريف العلم مقولة مقطوع بصحتها. نعم. تطابق الواقع عليها دليل. لو ألغينا الدليل لكانت تقليدا وليست علما، لو ألغينا الواقع لكانت جهلا. جميل. هذا تعريف العلم. نعم. لو ألغينا القطع لكانت وهما أو شكاً أو ظناً. رائع. فإذا ألغينا القطع، رائع، صار في شك وهم 30%، شك 50%، الثالثة اليقين 70% 80%. إذا ألغينا القطع كنا أمام شك أو وهم أو ظن
الظن ظن التقليد تغلب عليه قناعته أن هذا الشيء صحيح تغلب عليه فإذا ألغينا القطع وقعنا في الشك أو في الوهم أو في الظن هذا أحياناً معنى ظن بمعنى أيقنة لكن القطع أعلى درجة مقولة مقطوع بصحتها تطابق الواقع فإن لم تطابق الواقع كانت جهلاً عليها دليل إن افتقد الدليل كانت تقليداً فالحقيقة هي مقولة مقطوع بصحتها يؤيدها الواقع أو تطابق الواقع عليها دليل مقولة مقطوع بصحتها في قطع مقطوع بصحتها في تطابق مع الواقع تطابق الواقع وفي دليل وعليها دليل طب دكتور نعود إن شاء الله إلى تجلية هذه الجمل الرائعة التي تختزل فيها الحقائق بكلمات قصيرة لكن بعد الفاصل إن شاء الله أعزائي المشاهدين نعود إليكم إن شاء الله بعد فاصل قصير فابقوا معنا بارك الله فيكم أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى نعود إلى حديثنا مع الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله وصلنا دكتور عند الحديث عن المعرفة عبارة عن شيء مقولة مقطوع بصحتها تطابق الواقع عليها دليل نعم إذا ألغي الدليل أصبحت تقليدا نعم إذا ألغي الواقع أصبحت جهلا إذا ألغي القطع بقيت شكا أو وهماً أو ظناً طب دكتور في حالة الكفر بالله عز وجل ما الذي اختل في هذه المنظومة التي ذكرتها؟ يعني مثلاً على سبيل المثال نعرف من قراءتنا لكتاب الله أن إبليس كان يعرف الله سبحانه وتبارك وتعالى ولكنه مطرود من رحمة الله كافر بالله عز وجل ما الذي اختل في هذه المنظومة؟ الحقيقة الإنسان عقل وقلب فحينما تكون الشهوات محيطة بقلبه فيؤثر شهوته على عقله والدليل والله ربنا ما كنا مشركين قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم نعم في سورة الأنعام قال والله ربنا ما كنا مشركين نعم فالإنسان عنده فطرة ومعه منهج الشيء الدقيق جدا أن الفطرة التي فطر الإنسان عليها تتطابق مع منهج الله 100% 100% لو جئنا بخارطة نافرة حديثة أحطناها بإطار وملأناها بجبصين سائل بعد أن يجف الجبصين تنطبع تماما تطابق 100% على مستوى 10 ميلي جميل أنا قناعتي أن منهج الله عز وجل يتطابق مع فطرة الإنسان 100% والدليل أن الإنسان حينما يصطلح مع الله يشعر براحة نفسية كبيرة جميل. جدا جميل يشعر وكأن جبالا أزيحت عن صدره جميل يشعر بسرور بسعادة أن معرفته بالله عز وجل نعم فأنا تحقق له سعادة نعم أقول أنه هي المعرفة أحد أكبر ثمار السكينة والسكينة نسعد بها ولو فقدنا كل شيء نعم ونشقى بفقدها ولو ملكنا كل شيء سعد بها النبي الكريم وهو في الغار ملاحق صلى الله عليه وسلم مئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا صلى الله عليه وسلم سعد بها إبراهيم وهو في النار سعد بها أهل الكهف وهم في الكهف فالسكينة أحد أكبر عطاءات الله عز وجل هذه السكينة تتنزل على قلوب المؤمنين يسعد هؤلاء المؤمنون بها ولو فقدوا كل شيء ويشقون بفقدها ولو ملكوا كل شيء ولذلك كان يعني أحيانا دكتور تذكرنا بقصة هذا الطالب الذي جاءك وقال أنا لا أخاف الله مرة أتحدث عن طاعة الله وعن الخوف منه في بعض دروسي نعم. فقام طالب وقال أنا لا أخاف الله طبعا أردت أن أعطيه درسا بليغا قلت له أما أنت معك الحق ألا تخاف الله أنت معك الحق لما فتعجب أشد العجب قلت له أيام الفلاح يأخذ ابنه الصغير عمره 4 سنوات إلى الحقل أثناء الحصاد قد يمر إلى جانب هذا الطفل الصغير ثعبان طوله 10 أمتار لا يخاف
قلت له إذا ما في إدراك ما في خوف. جميل. إذا ما أعرف هذا الخطر، فالذي لا يعرف الله لا يخاف منه. ولذلك الطبيب يغسل حبة الفاكهة. نعم. لأنه يعرف طبعا الفيروسات التي هو المعرفة أصل في الدين. نعم. كلمة قالها سيدنا علي. نعم. قال رضي الله عنه، أصل الدين معرفته. لأنني أقول دائما إنك إذا عرفت الآمر ثم عرفت أمره تفانيت في طاعته، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في معصيته. جميل. لذلك دكتور، معرفة إبليس كانت معرفة سلبية طبعاً، لم توصل إلى عمل، ولذلك المعرفة عبارة عن مسؤولية، والناس أمام هذه المسؤولية أصناف. هناك مثلا على سبيل المثال من يقتنع بهذه المعرفة ويستجيب، وهناك من يرفض المعرفة ولا يستجيب، وهناك من لا يأبه لا يبالي. نعم. وهؤلاء الأصناف الثلاثة ذكرهم القرآن الكريم. كنت دكتور ذكرت قضية الخيار، خيار الإيمان وخيار وقت. إيه؟ بينما لكن قبلها، نعم، في بالكمبيوتر، نعم، المعلومات تسجل في الهارد بشكل ميكانيكي فلا تمحى، أما الذاكرة الرام المعلومات تسجل في الذاكرة بشكل كهربائي، فإذا سحبت الكهرباء محيت هذه المعلومات. ما شاء الله، خبير بالكمبيوتر دكتور. فأقول العقل في القلب. نعم. فحينما يتحقق الإنسان من قضية علمية ويتأثر بها ويقطف ثمارها تنتقل إلى قلبه. نعم. من هنا قال الله عز وجل لهم قلوب لا يعقلون بها. نعم. الآن في دراسات حديثة جدا أنه القلب يوجه العقل، بل إن الخلايا العصبية التي في القلب طاقتها 50,000 ضعف عن طاقة خلايا الدماغ. عجيب. سبحان الله. وهذا معنى قوله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها. طبعا هذا متى عرفناه؟ بعد أن أجريت عمليات تبديل قلب، تبديل كامل. نعم. فالذي أخذ قلبا آخر بدأ يشعر بأحاسيس من أخذ القلب منه، حتى أذواقه في الطعام والشراب، حتى أذواقه في الموسيقى عندهم. نعم. بدأ يأخذ أذواق وميول ورغبات من أخذ قلبه، من أخذ القلب منه. نعم. فانتبهوا لهذه الناحية فوجدوا أن القلب فيه خلايا عصبية وهي أقوى من خلايا الدماغ 50,000 مرة. عجيب. بل إنها توجه خلايا الدماغ. سبحان الله. الآن لو تقرأ الآيات القرآنية التي فيها ذكر للقلب بعد هذه البحوث الحديثة يأخذك العجب والعجاب. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. الإنسان يعقل بقلبه. أنا أردت أن أوضحها للإخوة أنه كالهارد المعلومات تحفظ فيه حفظا ميكانيكيا لا تمحى، أما المعلومات في الذاكرة مربوطة بالكهرباء. فالإنسان إذا يعني انقطع عن الله عز وجل الذي عقله يبقى معه دائما. طيب دكتور، يعني خيار معرفة الله عز وجل هو خيار يعني لازم حتمي. نعم. والذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى ليس له حجة في عدم معرفة الله عز وجل. كنت ذكرت، أنا أقول أنه دائما وأبدا أنا أمام مليار مليار خيار. نعم. في حياة الدنيا. نعم. خيار قبول أو رفض. أو رفض. يعني عرض علي بيت حجمه صغير وثمنه كبير أرفضه. نعم. يعني في وظيفة لم يعجبني دخلها. نعم. أرفضها. لك أن ترفض مليار قضية في حياتك. نعم. الدنيا، فأنت مع مليار موضوع. نعم. مع خيار قبول أو رفض. نعم. إلا مع الإيمان مع خيار وقت. جميل. فإما أن تؤمن في الوقت المناسب وتنتفع من إيمانك، أو أنه لا بد من أن يؤمن الذي لم يؤمن بعد فوات الأوان. والدليل أن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن أنا وقد عصيت من قبل. فأنا خياري مع الإيمان خيار وقت فقط. سبحان الله. مؤقت. ليس خيار قبول أو رفض. سبحان الله. فلا بد من أن أؤمن بعد فوات الأوان. وهذا هي يعني هذه هي معرفة الله سبحانه وتبارك وتعالى، معرفة إيمانية، معرفة يقينية. نعم. تفضي إلى عمل وإلى سعادة أبدية. هي طاعة طوعية. نعم. ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. رائع. طرطة دقيقة ونحن في موضوع العلم،
هناك علم بخلقه سبحانه، علم الفلك، الجيولوجيا، الفيزياء، العلوم الطبيعية التطبيقية، العلم النفسي، الجغرافيا، نعم، كل الظواهر العلمية، هذه الدراسات لهذه الظواهر استنفذ منها أو استقي منها قوانين. نعم. فنحن أمام علم بخلقه، فعلم الفلك، علم الطب، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الجيولوجيا، علم النفس، علم الاجتماع، علم النفس الفردي، النفس الاجتماعي، يعني العلوم واسعة جدا. كل هذه العلوم ما دامت تتحدث عن ظواهر، ظاهرة فيزيائية فيزياء، ظاهرة كيميائية كيمياء، نعم، ظاهرة فلكية فلك، نعم، ظاهرة طبية طب، نعم، ظاهرة نفسية علم النفس، اجتماعي علم اجتماع، هذا علم بخلقه، وهذا العلم تفوق به الغرب إلى أعلى درجة. نعم. تفوقوا تفوقا كبيرا. نعم. لكن هناك علم آخر، علم بأمره، الحلال والحرام، والحرام والخير، الأحكام والشريعة. لكن كأنا مقولة أقولها كثيرا، ما كل ذكي بعاقل. صحيح. فقد يكون الإنسان في أعلى درجات الذكاء، ومعه أعلى شهادات في العالم، بس لأنه لا يعرف الله، لا يعد عاقلا. لذلك ورد في بعض الآثار النبوية أن الصحابة الكرام رأوا مجنونا، فسألهم سؤال العارف: من هذا؟ قال: هو مجنون. قال: لا، هذا مبتلى. المجنون من عصى الله. يا سلام، عجيب. المجنون من عصى الله. المجنون من عصى الله، وليس الذي ما عرف سر وجوده ولا غاية وجوده، ما عرف أنه خلق لجنة عرضها السماوات والأرض. يعني قضية دقيقة جدا. الإنسان بيعيش 60 70 70 80 90 100 130، طيب هذه السنوات بالقياس للأبد لا قيمة لها. أنا أقول دائما لو وضعنا واحد في الأرض وأصفار إلى الشمس، يعني الآن من مكاني إلى مكانك بيكون في شيء 100 صفر 200 صفر، رقم فلكي. الأصفار من الأرض إلى الشمس 156 مليون كيلومتر أصفار، ما هذا الرقم؟ هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية، إذا كان الرقم صورة والمخرج لا نهاية، القيمة صفر. صفر، صحيح. فالإنسان حينما يخسر الآخرة هذا هو الخسران المبين، يعني أكبر خسارة أن تخسر الآخرة. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. إذن هناك علم بخلقه، وفي علم بأمره، الحلال والحرام والخير والشر والقرآن والسنة والفقه التطبيقي والعملي والفقه المقارن وأصول الفقه، هي بحوث كلها متعلقة بأمر الله. لكن العلم بخلقه والعلم بأمره يحتاجان إلى مدارسة، يعني يحتاج إلى مدرس، إلى متعلم، إلى وقت، إلى كتاب، إلى امتحان، وسائل، إلى شهادة. مجموع هذه الأشياء تسمى مدارسة، يعني في معلم، في متعلم، في مكان، في زمان، في شهادة، في وثيقة، إلى آخره. العلم به، العلم بخلقه، فلك، طب، فيزياء، كيمياء، هندسة، إلى آخره. والعلم بأمره، الحلال والحرام والخير والشر والتفسير والحديث والفقه والفقه المقارن وأصول الفقه، علم بأمره. بقي العلم به. قال: العلم به يحتاج إلى مجاهدة. يا سلام، جاهد تشاهد. ما شاء الله. السمن بائس. ما شاء الله، ما شاء الله. السمن العلم بخلقه، العلم بخلقه وبأمره يحتاج إلى مدارسة. مدارسة. العلم بالله يحتاج إلى مجاهدة. بدأ زكاء وبدأ وقت، بدأ أقساط للجامعات، أقساط ووقت وزكاء. هذا قول الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. يا سلام. إذن العلم به يحتاج إلى مجاهدة. سبحان الله. جاهد تشاهد. أنت حينما تضبط كلامك، تضبط دخلك، إنفاقك، علاقتك بالمرأة تضبطها، أنت حينما تضبط أمورك دفعت ثمن معرفتك بالله عز وجل. ما شاء الله. هي العلم به. ما شاء الله. ويلخص بهاتين الكلمتين: جاهد تشاهد. تقصد بالمشاهدة الشهود. نعم. رؤية الحقائق. نعم، رؤية الحقائق.
دكتور نقف عند هذا الحد وأعتذر لمقاطعتك وأشكرك جزيل الشكر على هذه الأزهار اليانعة من حديقة ربيع الإيمان، وأشكركم أنتم أعزائي المشاهدين على متابعتكم لنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقة نافعة صيبة طيبة مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. أشكرك جزيل الشكر، وأنتم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلقاكم في حلقة مقبلة إن شاء الله.